صباح الرضا، كيف حالكم؟ يا رب كلكم طيبين. اليوم تصوير عفوي. شوفوا اليوم يعني الجو الآن، الجو الساعة 8، قلت بعمل لكم الخبز، بس بصور لكم الخبز كأني أصور لكم لايف. بعمل بس المونتاج للحاجات اللي في بيها انعكاس، اللي في بيها يعني حاجة اشي اقطعه فقط، لكن اني اسرع او كده لا. بشرح لكم كل شيء عن الخبز وكيف ينتفخ. طبعا قلت لكم تصوير عفوي، يعني لازم تشوفوا كده يعني دايركت، عشان كذا قلت لكم بصور يعني دايركت، بحط الكاميرا من غير اي قطع عشان تشوفوا كيف، وحتى يعني الخميرة كم تاخذ وقت عشان تختمر العجينة قصدي، ويعني كامل كامل انتم احسبوها، الدقائق احسبوها عندكم، فهمتوا كيف؟ خلونا نبدأ. هنا عندي بولة، شوفوا كيف، ها الزبدية اللي بعجن في بيت، هذه هي الزبدية. انا بصور لكم بطيء عشان ما اجيب لكمش الدوخة، بصور لكم كده بهدوء. خلينا نجيب الدقيق. هنا عندي الدولاب حق الدقيق، هنا طحين، يعني الدقيق أبيض أنا بستخدمه، بدقيق أبيض ما بستخدمش يعني دقيق نوع تاني. خلينا نحطه على الليست. طبعا جالسة أشرب شاهي، شاهي حليب، شوفوا يا سلام، وخبز وعجين، وأعمل كل حاجة بهدوء وراحة، وابدا شوفوا اللي يغلب نفسه كده ويعكنن على نفسه المزاج وكده، طول وقته بيكون طول يومه المزاج معكنن ومزاجه مش حلو. حتى لو كان في اشياء يعني تزعلكم تضايقكم، حاولوا انكم تفكوها، اعملوا حاجة اللي تعجبكم. اني لما اكون متضايقة او اي شيء يعني كده شيء مزعلني، اروح اعجن، اروح اطبخ، يعني اتجه للطبخ. بس انا اليوم زعلانة، يعني الحمد لله قمت وقرأت اذكاري ودعيت، دعيت لأمي وجدتي وموتانا وأبي وأختي كلهم يا رب، ودعيت لكم. وبس بعدين كده قمت شربت نسكافيه، لازم عشان أفوق، يا نسكافيه يا شاهي، أني أفضل الشاهي العدني، بس قلت نسكافيه كده أفوق. بعدين بديت أني أفتح الفيديو وأصور. وبس خلينا نبدأ بالعجينة الآن. طيب هنا عندي للعجينة عندي دقيق، بحط أنا بعمل شوفوا 2.5 كوب دقيق أو 2 كوب يعني وزيادة شوية، بهذا بحق الغطاء، هذا يجي لي 2 كوب، يعني هذا مقدار كوب، أنتم عارفين هذه الغطاء تبعه. فأنا إيش بسوي؟ خلاص أنا عندي الدقيق منخول، أنا أنظف الدقيق، أي دقيق أستخدمه من ال يعني من ال أجيبه من أي من أي حتى سوبر ماركت، لازم أنخله أشوف لو في بسوس في بحاجة، وأي دقيق أشتريه هنا في مصر لازم أشخله بعدين أحطه في العلبة أو أنخله قصدي. نخل الدقيق بس وليس شخل الرز، ونخل الدقيق شوفوا 1 كوب، وبزيد شوية شوية حاجة بسيطة شوفوا النص يعني كده تمام، وإذا احتاج مني بزيد كمان تمام. الآن بضيف إيش؟ كله شوفوا شي بسيط، بضيف خميرة. عندي هذه الخميرة يعني قد فتحتها أمس أول أمس، إذا كانت جديدة هذا عندي على 2.5 كوب ربع ملعقة، يعني طرف الملعقة الصغيرة، طرف الملعقة الصغيرة يعني كيف أرويكم، يعني نفس كده نص الملعقة كده طرفه خميرة بتكون إذا هي مفتوحة تمام، لكن إذا هي مقفلة أقل من النص، لأنه بتخمر على دي الكمية 2.5 كوب دقيق. شوفوا أنا بعمليه لأني خلاص مفتوحة، بعمليه كده عليها شوفوا كيف، ممكن أزيد شوية شي بسيط يعني تمام، مليان ده تعتبر خلاص. هذا الخميرة تمنى، لأنه إذا زادت الخميرة ما بينجحش معاكم الخبز، لازم تعرفوا هذا الشي. وأجيب سكر، سكر لازم سكر، السكر أول شي يعني حلو يساعد تفاعل الخميرة، السكر يعني بضيف شوفوا السكر بضيفه نفسه كده ربع كده مرة تانية، يعني ملعقتين، ملعقة صغيرة سكر أو أقل من الملعقة الصغيرة، بهذه باللي هي نص ملعقة صغيرة قصدي، أيوة حطيت عليه مرتين يعني ملعقة صغيرة قولي سكر ممسوحة ما تكونش مليانة. نجي الآن الملح، شوفوا الملح بحط نص ملعقة صغيرة ملح، بحطه جنب السكر الملح، ممكن أزيد بس خلاص نص نص بدل لا تزوديش.
انتم زي ما تزودوش يعني الجلسو. هذه المواد الجافه كده بخلطها مع بعض. الان ببدا اضيف الماء، ما في باش اي زيت، ما في باش ولا نقطه زيت. الخبز اليومي ما يحتاجش انكم تعملوا له فلسفه وزيت شوفوا ممكن تضيفوا حليب، حليب بودر عادي، ممكن تضيفوا زبادي، ممكن اي عجينه تستخدموها معاكم، بقت عجينه حق فطاير معجنات بالفريزر تقدروا تخرجوها تعملوها خبز. بس طريقة التسوية بعدين، الآن الخطوات هذه يعني الدقائق اللي أنا اشتغل فيها ركزوا عليها، خصوصا بوقت الصيف. الآن احنا بصيف حماء، لكن وقت البرد كمان بعجن لكم يختلف العجن، يعني يختلف مدة الراحة، مدة التخمير زي كده. لكن الآن شوفوا حطيت الخميرة يعني خلطت الدقيق. الآن بضيف الماء، عندي هنا ماء، عندي ماء دافي بس أنا بحسه شوية، عندي ماء دافي بضيف تقريبا بضيف نص كوب ماء وبعجن. أنا الآن بحط الماء بجاج عشان أكون أعرف أمسكه وأصب، يعني إذا احتجت يعني هذا ثقيل عليا ما بقدرش أمسكه. فأنا إيش بسوي، بحط هنا نص ماء دافي، ها مش دافي يعني كيف أقول لكم كده، في بدف كده بسيط، بس تعجنوا بيدكم، تعجنوا بسنونكم، تعجنوا بعيونكم، اللي معكم عجانة استخدموها. أنا عجن بيدي لأنه كوبين دقيق مش لازم أفتح العجانة، مش يعني ما يلزمش. أهل بيتي يحبوا من يدي، إذا ما طبخ لهم مش من يدي ما يأكلوش، يقولوا لي لأ نشتي من يدك، فهمتوا كيف؟ ما يحبوش القفازات. الله يسعدكم، اللي بس القفازات يا هودا. ممكن مرات تزيد علينا الماء، نرجع نزود دقيق عادي شويه شويه، ما فيش اي مشكله. بس نزود، مش تزودوا دقيق حق كوب بعدين تقولوا ما انتفخش، يعني لازم نزيد خميره شويه وسكر شويه وملح شويه، يعني كأن احنا عملنا عجينه ثانيه. شوفوا الآن قوام العجينة كيف، خلاص أنا ببعد الماء عشان ما لينش العجينة أكثر. عجينة طرية بس ما تلتصقش باليد. بسم الله، دايما شوفوا لما تعجنوا لا حول قوة الله بالله، استغفروا استغفر الله، سبحان الله، سبحوا. دخل زوجي، شوفوا كيف تعجنوا، عجنوها. اذا حسيتوا انه ناقص دقيق عادي نزود قليل، يعني حق رشة، فهمتوا اني الاكل متأدين لما عجن كذا احس نفسي كأنه حد مربطني. هنا في دقيق عادي كده 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 مخبطه كده، يعني هنا كأنه زي ما علمتكم في التيك توك، اذا كنتوا زمان تتابعوني في التيك توك فتعرفوا كيف اني اقول لهم كده، تذكروا اي احد سألكم وانه راسه كده امسحوا، شو ده امسحوا، يخرج باقي العجينة. طبعا كل ما تعجنوها، طبعا انا مشتهاش كده العجينة، بس كل ما تعجنوها البروتين يشتغل حق الدقيق وتشد، فاصبروا لا تضيفوش الان دقيق كمان في اليد، هي الان في اليد عجنة اشيل كل البواقي، احس انه احتاج رشة بسيطة طحينة، شيء بسيط بعمله بالمرش. تعالوا شوفوا بعمله بالمرش، هذا عندي هذا المرش. يسألوني من فين يا هدى، في مرش اختي جابت لي اياه، وفي مرشات اخذتها من محلات ابو خمسة في الرياض،
وصورت لكم اياها. شوفوا برش بس شيء بسيط، لانه نحن نشتي عجينه طريه بس ما تلتصقش باليد، ما تعمليش كذا الالتصاق باليد، بس تكون سوفت يعني. هذه العجينة اللي نحنا نحتاجها، شوفوا بمسكها بالي ما تلتصقش باليد. الآن لما بغسل يدي بتشوفوها كيف، بس كل ما عجنتوها كل ما طلع لكم أحسن قوامة، فهمتوا؟ كل ما عجنت كل ما كانت أحسن. بغسل يدي وبرجع لكم لأنه بجلس أعجن، بس لما يدي تنشف من الدقيق. شوفوا خلاص غسلت يدي بعجينه، كيف اعرف قوامي؟ خلاص ما عاد تلتصقش بيدي، اذا حسيت تلتصق لا اسبوها شويه دقيق. شوفوا لما ممسكه ما تلتصق، شوفوا بس انها طريه، كل ما عجنتوها برضه تخبط العجينه مسكينه. يعني انتم لازم تقيموا الجيران قليل. خلاص صباح يا صباح يا عليم يا فتاح يا كريم، قولوا لهم قوموا. انا الساعه تخيلوا مرات اخبز الساعه بعد صلاه الفجر، اعمل خبز كده اخبط العجينه كده عادي تقوم جارتي اللي تحتي، فوقي قدام ما تسمعوش اكيد، لكن اللي تحتي تقوم. خلاص النوم النوم، يعني نحن نقول اللي ينام كده كتير تفلو الشيطان تفلو الشيطان ونام ولا قام عاد، فهمتوا؟ النوم كتير مش حلو، والنوم القليل مش حلو، كل شيء النوم القليل متعب للقلب لده اللي مينامش تمام، مينام شوية. لكن شوفوا كيف العجينة، شوفوا أنا أقرب لكم، شوفوا كيف العجينة كيف طرية بس ما تلتصقش باليد، شوفوا سوفت بس ما تلتصقش باليد، العجينة ما تلتصق باليد بس إنها طرية حلوة زي خد البيبي، لكن ما لا مش زي خد البيبي لأنه عجينة الخد بيبي هذه حق الأطفال، نعم حق الأطفال، حق ال حق عجينة المعجنات تكون أطرى من دي وتلتصق باليد، حق الخليات النحل، حق الفطاير، حق البيتزا تكون سوفت مش زي دي، حق الصامولي لا، حتى الصامولي أطرى من دي بشوية، حق الروتي العدني أو الروتي اليمني معليش تقولوا ليش إنه، لكن إحنا الروتي يعني أخذته من طريقة أصحاب عدن. يعني ما اعرفش طريقة اصحاب الباقية المحافظات، بس انا ما قصدتش انه الباقي المحافظات ما عملوش روتي، روتي يمني بس انا بالطريقة العدنية، طريقات المكونات ما لناش دخل بالروتي، خلونا احنا في حقنا العيش الخبز حق هدى. شوفوا ما شاء الله العجينة، شوفوا 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 ما شاء الله حلوة 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 بنتي، حلوة حلوة ها. شوفوا بعمل لكم في بايش، بعمل لكم ايش في بعين وفم، فرحان يحبكم. شوفوا شوفوا كيف مساء الرضا، كيف حالكم يا رب كلكم طيبين كذا. امسكوها كذا خلاص، هذه عجنتنا حق ال الآن ايش بسوي؟ اجيب مرش زيت، طبعا هذا انكسر حقي ما شاء الله انكسر اليد، بس هذا يرش تمام. بشيل العجينه كده على جنب برش هنا، انا محتاجه ارش على العجينه بعدين عشان بعدين اخمره في، الان بتتخمر في بين، وكمان برويكم كيف بسهوله، يعني شوفوا كيف عشان ما يلتصقش عليا بعدين لما اخمره. امسح كامل بس البوله وهي عشان ما تنشفش، بس من فوق كده وخليها ترتاح، خلاص خليها ترتاح، بس يعني اخذ لي قليل زيت خلاص. الان بنقفلها وخليها ترتاح، خليها ترتاح كم دقيقة؟ شوفوا احسبوها، يعني خليها ترتاح 10 دقائق 7 دقائق، لانه الجو حامي قولوا خليها 5 دقائق كده، على 7 دقائق ونقيله 10 دقائق بالكثير، يعني ما تخلوش اطول من كده. بعدين بنقسمه وبتشوفوا كيف، واحلى خبز بتعملوا باذن الله الواحد احد. هنا خلونا احنا نتكلم على الطاوات، انواع الطاوات.
شوفوا انا عندي دي الطاوة عادية حديد، بس انها ما تلتصقش، يعني قديمة، لا يعني غير قابلة للظهور الاعلاني، لكن من ظهرها اعلانيا او اعلاميا او ايش بيكون. يقول لك ايش قديمك نديمك، لو الجديد ما ادري ايش اقوله، بروح اسال زوجي وبرجع لكم. لو الجديد ايش؟ رحت سالته، يقول لك قديمك نديمك، لو الجديد اغنعك. هذا يعني احلى طاوة ممكن استخدمته، لانه خلاص قدم متسبكة يعني معتقة تعتيق مدري كم سنة دي، عرفتوا كيف؟ هذه قدم 5 نجوم وطيرين معاها، ايش 15 نجوم وطيرين معاها، خلاص قدم. بس انا بقول لكم حاجة، في نوع تاني برويكم اياها، هذه اللي انا دايما استخدمها بتقولوا دا هذه. هذه الطاوة مش مهمة ابدا، مش مهمة، مش ضرورية، ما بسوي لكم مش اليوم بدي ولا بسوي لكم حبة بدي، بس اول شي بوريكم بهذه، لانه هذه اكثر الناس معاها، اكثركم معاها دي الطاوات العادية، لكن هذه مش الكل معاها. تمام، هذه اخذتها اني من ساكو قبل كم سنة، مش داري اذا متوفرة ولا لا، فانتم هذه من زمان معايا، بس انها راحت مصر قبل ما اجي اني، وكنت استخدم السودا اللي طلبته من نون، بس اللي طلبته من نون صدت وتبهدلت عليا، فمش قادرة استخدمها الا لما اشوف احد يعني ينظف لي فيه. نعم مسحوق بعيد الصدا وكده، فبقربه يعني وبس. شوفوا كيف هذه بستخدمها معاكم، بس مش ضروري ابدا، خاص يكفي انكم تستخدموا الطاوة هذه. بس هذه كمان بنستخدمها، برويكم بعدين نستخدمها كيف، بحبة او حبتين طبعا. ايش بيكون معانا هادي؟ تمام، هادي هذه خلي حق المخبزة عشان احط في بيه الخبز، فهمتوا؟ هادي بنحط في بيه الخبز. خلاص شوفوا الان ببدأ اقسم العجينة، كلها 7 دقائق خليتها، وممكن اقل، يمكن 5 دقائق. شوفوا العجينة عندي سوفت كده، ببدأ أقسمها على حسب الكرات اللي أنا أشتيها. 1 2 3 4 5، شوفوا هذه 6، بس بقسمها يعني بنخليها 7 وباخذ من البقية. شوفوا باخذ من دي شوية، حاول اني يكونوا معنا قريبين من بعض كده. تمام، وايش اسوي؟ افرده كده، ما اخليهاش يعني، هي اساسا ما تحتاجش، بس اخليها كده عشان تسهل علي الفرد، خليها ترتاح بعدين وهي كده. شوفوا هي كده، اخليها ترتاح كده. هذه كمان بس هي كتير صعبة، شوفوا حاول اني كده اخليها عشان ايش ترتاح يعني، ويسهل علي افردها. قلت لكم كلهم نفس الطريقة ان شاء الله، العجينة ولا غلطة بتكون باينة قدامكم، باينة قدامكم يعني انها حلوة. سر اقراص ادكلي، تقدروا تخلوه اصغر، تقدروا تفردوها كامل وتقطعوها بالقطاعة زي ما تحبوا. هي كل خبزاتي هذه، العيش سواء صغير او كبير نفس العجنة. كلهم نفس العجنة. انتم بعد بتشوفوا ليش اني اسوي لك كده، ممكن كده اخليها كده عشان انهم منتسقوش. عم خمير هو الحبيب. أخذ دي صغيرة، بسم الله عليكم.
هذا يعني خطوة اختيارية، مش ان حاجة يعني على ما تختاروا انتم، يعني انكم كيف اذا انتم تعرفوا تفردوا بسهولة بس ما فيش داعي لي. لازم كمان اخليها ترتاح كده كده شوية بس. شوفوا كيف بس ما ترتاح، بعدين ارجع لي مرة ثانية، ارجع لي بس قليل بس ما ايش اكمل الشاي حقي. واني مطبخي انتم عارفين مطبخي في يعني على مفتوح، اروح اتقيس اتفرج تلفزيون. رجع الدقيق مكانه، شوفوا هنا عندي هذا ستور زي ما رويتكم، هنا شوفوا ايش عملت، عملت ارفف زي كده، عملت ارفف وهنا في علاقة فوق حق المكانس وكده بس سقطت عليا فلازم ألصقها. وهنا شوفوا ما شاء الله الارفف كيف هتفتح لكم كده عشان تشوفوا، حطت في بول اكياس دي سفرة الاكل، هنا مع كيس القمامة، شوفوا كيف حلو منظم. يلا طيب الآن ما نبدأ نفرد العجينة، نبدأ من أول واحدة طبطبطي طبطبطي كيدي. تمام كيف العجينة مفرودة، حطوا دقيق زي أي عجينة. تمام امسح كذا الدقيق وابدأ كذا، هي أساسا بتنفرد، لا تخلوش تخمر كثير لأنه ما بتعرفوش تفردوها لو خمرت كثير. والطحين حاجة بسيطة يعني احنا مش محتاجين ده كله دقيق كده. شوفوا تقلبوها كده على كل الأجزاء على كل اتجاهات تفردوها، بعدين دلقيها كده عشان تطلع معكم دائرية. طبعا نسينا أهم خطوة وهي نحن نجهز مفرش أو فوطة أو فوطة مطبخ، ما تخلوهاش لا رفيعة ولا سميكة. تمام شوفوا كيف بسهولة تنفرد، وأساسا حتى برويكم كيف، شوفوا كيف مرتاحة، شوفوا كيف الفقاعات خلاص ارتاحت. انتم لما تخلوها اكتر هذه الفقاعات اول ما تحطوها بالنار تنفتح تنفجر، ما عاد تنفخ الخبز ما ينتفخش، فانتم لازم تلحقوها بسرعة عشان ما تتخمرش اكتر بزيادة عن حاجته، كل شيء زاد عن حده قلب ضده، صح ولا لا؟ نحن ما نشيش يزيد عن حده، يعني كل الان بنكمل كل الفرد بعد ما نبدأ على النار على طول. هنا لازم نجهز فوطة المطبخ، يعني بس بولع هنا بجهز فوطة حق مطبخ نظيفة عشان أحط فيه بالعجينة. لازم تكون جنبكم فوطة عشان ما تلتصقش فوطة أو سفرة أكل، وأنا أفضل إنكم تعملوها بفوطة مطبخ فوطة نظيفة. كده كل الحبات بفردها معاكم. خلاص شوفوا السمك كيف، السمك مش رفيعة ولا هي السميكة، شوفوا سمكه كيف. الآن تعالوا نحطه في المطبخ في المطبخ أو في هنا أول مكان نخليها. ليش نخليها أول مكان؟ عشان أول واحدة هي ما نستخدمه على النار. تمام نخليها في أول مكان كده ونروح. حاولوا تغطوها، بغطيها أني بجيب فوطة وبغطيها، بتشوفوا زي كده كل ما احط حبة بغطيهم عشان ما ينشفش، او انكم تقلبوا وجههم بين الحين والاخر يعني تقلبوها، بس اهم شيء انها تتخمر. تمام يعني الان بزما اكمل الباقية، تعال اكمل كل الحبات مع بعض. بس للفرد الدقيق
احنا ما نشتيهاش كتير طحين، ما نشتيش انها تكون كتير. ان شاء الله هي ما شاء الله مرتاحة، مرتاحة احسن مننا العلمين، مرتاحة ماديا ومعنويا. خلي العجينة مرتاحة ماديا ومعنويا عشان نكون اشيل منه. اذا كان في بيض دقيق انخلونا، لانه الدقيق يسود يعني في ال يسود. اظن رشوها ماء شوية عشان الدقيق يخف. جميع الجهات مرة كده مرة كده، شفتوا كيف طريقة الفرد؟ مرة كده مرة كده، ولازم يكون كل شيء متساوي. شوفوا هنا سمين مقلوبه كده، شوفوا الجهة دي والله انها سمينة، سميكة هذه الجهة. المفروض بحاول اضغط عليها بيدي، شوفوا جهتي اضغط عليها، بس بنفس الوقت ما رفعوه. شوفوا لو رفيع كتير كده زي خبز الشاورما ما ينفعش، ما ينتفخش مضبوط. خلاص زي كده، واحط اروح احطه هنا جنبي هذا بقلبه كده. انا قلبت الخبز عشان ما شاء الله العجينه ولا غلطه ان شاء الله يعني. تخيلوا ما انتفختش، اشتني لا بي ولا بالتصوير. لا حبيبتي شوفوا شوفوكي كده أمرة شمعة منورة، شوفوا كده. والجهة الثانية كده يعني عشان يطلع لكم دائرة المكان اللي مش مظبوط. ندوق مكونتلكش حبات صغار نسيت نقوم. وهنا فاصل ونواصل. اخي اشتيني اكوي له حقه التيشيرت او القرم نحن نقوله، ولا الشميز وكويته طبعا، ونرجع لكم. نكمل كده، شفتوا راح اكوي حتى دوم بحطهم هنا. سريعين عشان نخلص بسرعة. اصوات كده سكوت من ذهب. بسنا بسنا كده شوية بعضهم ونفرق في الطريق من ما تشوفون نحط فين من اول وحدات ثاني وحدات ثالث وحدات نغطي. يمكن تخلوها سميكة رفيعة زي ما تحبوا. شوفوا اقربها الجهه، مش اقربها يعني ارجعها كده عشان نعمل هي دائره كامله.
ممكن هنا عندي الدائره خلاص واخده هنا دم. على فكره كنت بتفرجوها الفنانات، الفنانات كده كنت بتفرجوها. نفس الطول اللي بتشوفه عادي عادي حصل. شوفوا من دي ناس عميقة عادي عادي، لازم كل الناس بعض. خلاص أنا نشغل الطاوة أعلى نار، لازم تكون حامية الطاوة، بس مش حامية أنا تحرق الخبز من أول ما تحطوا النار، لا بس لازم تحموها تمام. شوفوها لازم تحمي تمام. شوفوا النار كيف، اشتكم تشوفوا النار كيف. أول شي بحميها بخليها حامية حامية حامية. شوفوا النار كيف تحمي تمام. الآن بجيب القفشة حقنا، القفشة يسمونه غف قفة قفة. بسوي باخد هذه أول وحدة، بديت أفرده أول وحدة بتكون خلاص قدر تاحت تمام. خليكم كذا عشان تشوفون أول وحدة. طبعا لازم نحس إيه خلاص حامي. ببدأ أنقص النار، شوفوها ببدأ أنقص النار إلى رقم أني بخليه اثنين اثنين تمام. وإذا اشتعليه شفته عادي يعني عادي بعليها. ببدأ أحطه كده بهدوء ويلا نقلبه واحد، نعده للعشرة وقلبه واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونقلب. أنت بتخلوه تنتفخ بتتخزق معاكم، تعدوا للعشرة واحد اثنين ثلاث خمس ست سبع ثمان تسع عشر وتقلبوا. واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر وتقلبوا. لا ليش التقليب؟ التقليب يخليه يعني كله زي بعض السمك. واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر تقلبوا. إن شاء الله تنخرم يعني واحدة وأرويكم كيف. شوفوا ما شاء الله، شوفوا تعدوا للعشرة وتقلبوا. التقليب هو اللي يخليه هم نفس الإيش، يخليهم بنفس السماكة، ما يخليش جهة خفيفة وجهة سميكة لما تفتحوا الخبز. شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيف، شوفوا اشتيكم تشوفوا كيف. شوفوا ما شاء الله الخبز، شوفوا تبارك الرحمن، أحلى خبز تعملوه إن شاء الله بإذن الواحد أحد. شوفوا ما شاء الله، انتبهوا شوفوا الدخان لو انفتح الدخان بتدعو، مش بتدعو لي بتدعو علي. شوفوا في جهة انخرمت اللي هي دي، والله ما أعرف فين الجهة اللي انخرمت، مش عارفة فين، بس في جهة اسمع صوت الخرم من كتر الانتفاخ انخرمت. أول ما تنتفخ شو تحمروها، حمروها بس كل ما تحمر خلاص هي انتفخت. أول ما تنتفخ يعني استوت الخبز، استوت. بس إذا خليتوها تتحمر كثير بتطلع يابسة. خلاص هي مستوية الآن، شوفوا ما شاء الله كيف، خلاص هي تنهفش لأنه خلاص الحرارة راحت. الآن رقم 2 الثانية، الحبة الثانية، شوفوا الحبة الثانية باخدها وبحطها هنا، بس لازم باليدين لأنه صعب إني أعملها بيد واحدة. الثانية ونفس كده،
وكده لما البقية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بسرعة 10 بس بسرعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عادي هذه هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 بس راح تجيب الحبة اللي هنا تعدوا للعشرة وتقلبوا خلاص أني يقودني خبرة والله خبرة يا بنات يعني سنين وأنا أعمل ده الخبز كان أيام الحرب كان هذا الخبز تعلمنا وعلمنا أهلنا معروف كان بالجروبات وكذا تتذكروا أيام الحرب غادن شوفوا من أحلى أنواع الخبز شوفوا ما شاء الله كيف انتفخ شوفوا لكم يا من هنا شوفوا ها هذا ما انتفخش هذا انخرم شوفوا ها شوفوا لما ينخرم اعرفوا من فين الخرم اي جهة الخرم فين الخرم حقه شوفوا شوفوا ها من فين الخرم انا مش عارفة من فين ها من هنا الخرم من هنا شوفوا شوفوا اول ما اضغط عليه اضغط عليه كيف يفك اضغطوا عليه خلاص يفك معاكم شوفوا خلاص فككت بكل الجهات شوفوا كيف صلاح فيصل يناديك شفتوا كيف لما انخرم عليا عادي انخرم الخبز انخرم ما فيش اي مشكلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وتقلبوه شوفوا وتقلبوه قلبوا شوفوا كيف انتفخ ما شاء الله شوفوا خلاص ما شاء الله نشيله انا ما خليش تتحمر كده بس كده تعدوا للعشرة كله بعمله معاكم عشان تشوفوا لو في حبة يعني ما ضبطتش مش مشكلة انه ما تضبطش يعني مشكلة انه يخرب عليكم كله فهمتوا النار شوفوا النار الآن خليتها رقم 2 وسط كانت أول عالية والآن وسط شوفوا شوفوا اشتريكم تشوفوا كيف هذي كأنها انخرمت عادي انخرمت من فين
فوق اضغطه تتفك، عشان كيف تتفك الهواء اول ما يصير فيه سخونه خلاص يعني استوت عادي. ها ها هنا هنا الخرم، شفتوا شفتوا من فين الخرم؟ غطوه شوفوا كيف، شوفوا كيف تنتفخ لما تغطوا الخرم، غطوه المكان اللي انخزق، شوفوا هنا الخزق غطوه، شوفوا كيف ما تغطوه الشيء اللي انخرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عدوهم كلهم بصورها معاكم. شوفوا في حبة من عملها بالحديدة هذيك، لما تقلبوهم تقلبوهم بهدوء. يعني أنا ممكن أسرع لكم هذه الطريقة وهي تنتفخ، تمام؟ أنا كيف تنتفخ؟ ممكن أسرع الخطوات. بعمل يبدي الحديدة واشيل هذه هنا واجيب الحديدة دي هنا، بس اشوف اول قبل ما نحميها كيف تجي. شوفوا هي كيف تجي هنا، نحط ماء، بس انا ما احطش ماء، نحط ماء لما تستخدموا لحم ودجاج في البيت. شو بولع اللي هناك بشغل دي تحمي. تمام، حط او هناك شوفوا عشان اشمعه بحط هنا دي بس شويه كذا بس. شوفوا بس اشمعه هناك، بعدين اجيبه هنا بدي وقلبه كمان. ده نسأل مش الحديد اول ما يتم من ساكو انت بقى. شوفوا عندي خبرة، مش انتم مسكوها بالعدا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيف سواء كان كده او كده كله ينفع. شوفوا خلاص، شوفوا ما شاء الله كيف بس تتشمع احرقت. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر تقلبوا بس. خلاص خلصنا اخر حبة دي، ان شاء الله بنزل لكم اليوم الفيديو لانه سهل الخبز السريع هذا، الخبز اليوم اللي يوميا اني اعمله يوميا. شوفوا اعمله شبه يوميا، اذا كنت تعبانه عنها اضطريت اجيب من برا، وخصوصا اخي ما عجبوش الخبز هنا، ما حبش الخبز ابدا، ما ياكلش الخبز اللي هنا ابدا. وش الخبز يمكن لانه في برضة في بو يعني شيء. خلاص ما شاء الله، شوفوا كيف نجيب هنا نطلعه كده. خلاص خلصنا، خبز ولا مش خبز، خبز ولا مش خبز، خبز، عيش ولا مش عيش، عيش. هذا اليوم كان الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. استنوني بارويكم كيف نقطعه من جوا من داخل، ما شاء الله شايفين كيف حبات الخبز. تعالوا ارويكم كمان الخبز، تعالوا نشوفه، شوفوا انحرقت عليها بس مش مشكله. تعالوا ما شاء الله، شوفوا 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 خبز ولا مش خبز، شوفوا شوفوا كيف، شوفوا
بس شوفوا بحكي لكم حاجه، شوفوا لما تحمروني كتير بتفضل ايش كده، عشان كده اقول لكم ما تحمروناش كتير، بس عادي هي بتطلع يعني. شوفوا لما تكون تتحمر كتير، شوفوا بس شوفوا ما شاء الله الخبز كيف، عشان كده اقول لكم ما تحمروهاش كتير. شوفوا ما شاء الله الخبز كيف من داخل، شوفوا شوفوا ده زي ده، ده نفس ده، شوفوا الخبز شايفين كيف، حتى المحمر هذا اللي متحمر، شوفوا شوفوا المتحمر، بس انه ناشف لانه تحمر كثير، ها لانه تحمر، لكن ده شوفوا طري كيف، عشان كده هو اول ما ينتفخ كيف يكون. طيب احنا فتحنا ايش، فتحنا نفتح ده، فتحنا الخبز فين مفتوح دولة، حتى ده محمر لي، عشان كده انا ما حمروش كتير. هو ده ليش ما تحمريش الخبز، عرفتوا السبب؟ عرفتوا السبب؟ بطلع العجب. الان بجيب اي كيس احط فيه، احط فيه الخبز، احط فيه الخبز كامل في الفريزر، انا عندي الخبز، احطه بنفس الكيس خلاص. هذا هو الخبز، خلاص تحطوه بالفريزر، تستخدموه زي ما تحبوا مع الإدامات، فطار الصباح زي أي شيء. هذا اليوم كان الفيديو، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنتس حلو منكم، وبالعافية لي ولكم، ولا تنسوا أبدا أنكم تشاركوا الفيديو مع أهلكم وأصحابكم وأصحاب الحافة كلهم.